بعد 56 سبقه إلى ذلك أعداد من قوانين وخاصة الأمر العالي اللي ظهر في ديسمبر 55 للدعوة إلى انتخابات المجلس التأسيسي. الفرق بين الأمس واليوم أنه في 56 كانت هناك رغبة في القطع مع النظام السابق. النظام السابق هو يتمثل في نظام البيات الحسيني، نظام الملك، قطع النظر عن الحضور الفرنسي ونظام الحماية. إذا كانت هناك رغبة في تأسيس نظام جديد. الآن نفس الشيء، هناك رغبة في القطع مع النظام السابق، النظام السابق الذي أسسه بورقيبة في 56 وورثه عنه بن علي في 87. جي اليوم النخب السياسية تقول يجب أن نضع حد هذا النظام برمته كل الدستور بما فيه دستور 59 بكل تعديلاته ونؤسس نظام جديد، مع فرق أنه في 56 الانقلاب كان تقريبا فراغ، ليست لنا تجارب دستورية باستثناء دستور القرن 19 بتاع السادات بي اللي هو يعني شبه دستور اللي يقصد به دستور. وكانت المداولات عندما نرجع المداولات ونعود إليها بتاع 56 حتى العام 59 نجد المرجعية، مرجعية المواد هي الدساتير الأجنبية خاصة الدستور الفرنسي والدساتير الفرنسية بتاع الجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة والجمهورية الثانية. الآن لا ننطلق من فراغ، عندنا تجربة دستورية، عندنا دستور وعندنا مجلس تأسيسي، ونعرف ماذا حصل، ونعرف ما هي نقاط الضعف وما هي المكاسب أيضا. أمر 55 العلي الذي دعا إلى انتخابات مجلس تأسيسي، معناه كي نرجعوا له ونقرأه ونلقاه أنه دعوة إلى انتخاب مجلس قوم تأسيسي مكلف بإعداد دستور فقط. يعني ما عنده حتى مهمة، لا يعمل حكومة ولا يناقش ميزانية ولا يعمل شيء. دستور لنظام ملكي برلماني يعني بالمال لمين بي يقول لهم أنا أحدد مهمتكم في نظام برلماني ملكي على الطريقة البريطانية. كيقارنوه بالمرسوم الجمهوري الذي صدر أخيرا للدعوة لانتخابات المجلس التأسيسي لا نجد إلا المدة يعني سنة واحدة المجلس هذا اللي باش ننتخبوه في أكتوبر ومهمة الدستور، ولا يتحدث عن طبيعة النظام المقبل، هل سيكون برلماني أم رئاسي أم بين بين؟ محدد سنة واحدة. المهمة هي عام، عندكم من أكتوبر 2011 حتى أكتوبر 2012 في إعداد دستور في المرسوم. لا معلومة مهمة. هي خرجت في معلومة مهمة. خرجت في قول. مش ممكن المجلس يغير. شيخ نكمل نقدم بعد وقت. نقدم بسوق شوية. الإشكالية اللي حاطه كما مكتوب في الدستور المجلس التأسيسي عنده أكثر لجيتيميتي هذا الفرق الأول قلنا بين الأمر الملكي العلي وبين المرسوم. ولكن ثم توا تفضلتوا لها نقاط التشابه أن هذه المؤسسة هي لها مطلق الصلاحيات لتجاوز حتى الأمر الذي أنشأها. يعني هو قال الملكية الدستورية وهما نحاول البيت وردوها جمهورية رئاسية، رغم اللي تم إعداد مشروع في البداية في حضور لأمين بي كان جاهز الدستور في جانفي 57، أحسبوا من مارس 56 حتى جانفي 57 تقريب مدة 8 أشهر تم إعداد دستور ملكي برلماني ولم ينشر في الرأي الرسمي، خلوه كذا جمدة حتى لجويلية 57
ألغيت الملكية وبدأ حديث عن نظام رئاسي وبدأ النقد كنا قرار الصحف القديمة بتاع عام 57 نجد نقد حاد ولاذع للأنظمة البرلمانية بدعوى أنها لا توفر الاستقرار. ونأخذ مثال على ذلك ما يحدث في فرنسا في الجمهورية الرابعة وتداول الحكومات وما إلى ذلك. الآن مع الناس ما يقول أنه ما هو النظام المقبل، ولا نستطيع أن نفهم ما هو النظام المقبل حتى من خلال قراءة للأطراف السياسية التي تنوي الترشح للمجلس التأسيسي. إذا كان في سنة 56 الطرف الرئيسي الذي نجح في الانتخابات هو الحزب الحر الدستوري الذي كون جبهة قومية، ونعرف نحن مرور بورقيبة من قبل، ويمكن نفهم أنه مش صحيح بشعب النظام برلماني بورقيبة مش تدريجيا بشعب النظام الرئاسي. الآن ما نعرفوش شكون بيربح في الانتخابات وما هو النظام الذي سيقدمه للشعب التونسي بعد سنة. المجلس التأسيسي لسنة 56 تأخر في سن الدستور 3 سنوات وعقد 52 جلسة، 19 جلسة فقط خصصت للعمل التأسيسي أي للدستور بما فيه الدستور الأول والدستور الثاني، قدر عملوا زوج دساتير. 19 جلسة فقط والبقية لأعمال غير تأسيسية. أصبح هذا المجلس يناقش ميزانية الدولة، يناقش الاتفاقيات مع الدول الأجنبية، يستقبل الضيوف الأجانب، يصدر اللوائح حول الوضع العام في البلاد وحول العلاقات الخارجية. يعني كل الأشياء باستثناء الدستور أحيانا يبقى أشهر طويلة دون أن يعقد أي جلسة خاصة بالدستور. لماذا الإطالة؟ الإطالة لأسباب داخلية داخل المجلس تخص المجلس وأسباب تهم الوضع العام في البلاد واللي فيها أيضا نقاط تشابه بين ما نعيشوه توا. على المستوى الداخلي فما بعض الباحثين في القانون الدستوري كما فيرانتي سار ديماش يغلط يقول أنه مجلس التأسيسي هذا التونسي لسنة 56 كان مجلس الإجماع، كلها تساترة كلها مع بورقيبة ودونك موافقين. فهنا احنا في نرجع المجلس التأسيسي نجد تقريب من 117 فصل في مشروع الدستور، الدستور اللي وصل لنا كان فيه البروجيه 117 فصل، 20 فصل فقط تم التصويت عليهم بالإجماع، وقرابة 100 فصل اعتراضات وتحفظات وجدل ونقاش وعمل كبير وكبير جدا في الكواليس لإقناع بين ظفرين النواب على التصويت على مشروع الحكومة. ما أتيتم بإكزامبل نذكر الموقف من المرأة، هل سنسمح للمرأة بالانتخاب والترشح أم لا؟ لأنه أول انتخابات بلدية حصلت في تونس سنة 57 لم يسمح للمرأة بالترشح، سمح لها بالانتخاب فقط. بدأوا يعملوا في نكت المرأة تخطف الصابون وتمشي ضربة للصابون وضربة أنا بتصوت والأخرى مع الشطية في الكوزينة وتمشي إلى آخره، فك علينا من حكاية النساء. داخل المجلس ما هي المواقف من المرأة؟ موقف يقول لا نسمح للمرأة بالانتخاب والترشح حتى تفتك هي بنفسها هذا الحق. وموقف ثاني يقول نسمح للمرأة بالانتخاب ولا نسمح لها بالترشح. وموقف ثالث يقول لا نسمح ولا نمنح هذا الحق إلا للمرأة العاملة المرأة المثقفة. هذا معناها أفضل الحلول آنذاك، بحيث فما إجماع داخل المجلس حول رفض منح هذا الحق كاملا غير منقوط للمرأة باستثناء موقف نائب واحد من بين 98 نواب وهو المرحوم محمود المعتلي الوحيد الذي دافع عن هذا الحق.
وأجلت الجلسات إلى أن تمكن بورقيبة بما يمتلكه من نفوذ ومن كاريزما ومن إمكانيات ووسائل إقناع من تغيير المعادلة، وتم التنظيف في الدستور على حق المرأة في الترشح وفي الانتخاب، يعني حق كامل غير منقوص. اختلافات، حبيت نقول أن الاختلافات كانت كثيرة داخل المجلس، طالت السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. حتى عندما وافق النواب على تغيير الدستور من دستور ملكي برلماني إلى دستور رئاسي، تواصلت الاختلافات حول مفهوم النظام الرئاسي. النواب قبلوا النظام الرئاسي على أمل أن يكون النظام شبيه بالنظام الأمريكي أو النظام الفرنسي، حيث يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والإجرائية والقضائية. تعرف معنا الغربيان في أمريكا حتى تعيين مدير عام المخابرات الأمريكية يوافق الكونغرس على هذا التعيين. فكان هناك حلم بتركيز نظام رئاسي على الطريقة الأمريكية أو الجمهورية الخامسة الفرنسية، في حين بورقيبة كان يرغب في نظام رئاسي أو أصبح يسمى فيما بعد نظام رئاسوي، يعني فردي، يعني مطلق السلطات لبورقيبة لرئيس الدولة والسلطة التنفيذية. من السلطة التنفيذية تتقلب الأمور لأن أصبحت في شخص واحد. طالت الاختلافات الجانب الاجتماعي والاقتصادي، هناك دفاع عن الاشتراكية داخل المجلس، دفاع عن القطاع العام مقابل دفاع عن الليبرالية والملكية الخاصة والقطاع الخاص، يعني زوج رؤى لا يجمع بينها أي شيء، رغم أن الاثنين في قائمة واحدة، كانوا قائمة واحدة، مش هذا سيوعي اشتراكي وهذا رأس مالي، لكن كلهم في قائمة الجبهة القومية، لكن داخل الجبهة القومية كل واحد كشف عن برنامجه الحقيقي، وربما كان بورقيبة يرغب باش تكون القائمة نتاعو متنوعة. طالت الاختلافات الجانب الثقافي بين ناس يقولوا تونس عربية مسلمة، وناس يقولوا تونس دولة ذات سيادة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام. لماذا كل هذه الاختلافات؟ لأن النواب مرجعيتهم تختلف. نجد نواب ينتمون للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابات العمالية، نجد نواب ينتمون لنقابات الأعراف، نواب ينتمون لاتحاد الفلاحين، نواب مستقلين كما محمود الماطري وحمد بدر وغيرهم، ونواب لهم ثقافة زيتونية من خريجي جامعة الزيتونة والجامعات المشرقية، وثقافتهم عربية إسلامية. كي تسمع تشوف مداخلات بعض النواب في تلك الفترة وتقول ربما هذا نحي الاسم ونحي الفترة، تقول هذا واحد ينتمي لحركة ذات توجه ديني توا في الوقت الحاضر في تونس، عندما حتى فرق كما الشيخ النايفر وغيره، ونواب من خريجي الجامعات الغربية الليبرالية، من متأثرين بثقافة الجمهورية الثالثة الفرنسية، الجمهورية العلمانية اللائكية، تروجيام ريبوبليك معروف، نواب عرب مسلمين تونس، ونواب يهود، أندري باروش وألبير بسيف. يعني هل بالإمكان أن نجد في قائمة الآن في تونس نواب لهم ديانة يهودية؟ يعني هذا الفرق بين تونس 56 وتونس 2011. الاختلافات أسبابها أيضا جهوية. ظهر الخلاف الجوي مش جديد، الناس بتوع الخلافات الجوية 56، هناك كان يدافع عن الجنوب عن الوسط كما رئيس المجلس التأسيسي سنة في 57-58 المرحوم جلولي فارس، كان يدافع بقوة عن الجنوب وضرورة توزيع الخيرات توزيع عادل على كل الجهات، والنواب ينتمون إلى الساحل وإلى تونس العاصمة تلك الفترة. بحيث هذا الاختلاف وهذا التنوع نجح بورقيبة في التحكم فيه، ونجح في
سن وصياغته والحصول على دستور سنة 59 على مقاسه. وهذه كلمة المرحوم الباهي الأدغم قالها لي بالحرف الواحد، ذكرها لي، قال لي أنا قلت للرئيس هذا المشروع الذي تريد أن نصوت عليه راهو على مقاسك، إذا كان تشكله الشعب الآن الشعب التونسي لأنه يحبك، لكن بعد راهو الشعب ما هو تشكله. قال أنا اللي يهمني أعطيني الدستور هذا باش نحكم به في الفترة هذه ومن بعد ما نعرف. دونك الإطالة ساعدت بورقيبة على سن ذلك الدستور. هنا ربما المجلس القادم سنة 2011 ربما يطول حتى تطيب الأمور على نار هادئة ويقع سن الدستور كما يحبوه الأغلبية التي ستنجح في الانتخابات المقبلة. عامل الزمن عامل مهم في نوعية الدستور اللي بيكون عندنا. في 3 سنوات الظروف تساعد كما ستساعد الظروف المجلس المقبل سنة 2011. برشا معادلات تتغير وبرشا توازنات تتغير داخليا وإقليميا ودوليا. سنة 56 بورقيبة راهن على الزمن لإضعاف التيار المنادي بتوازن حقيقي بين الصورة. ربي عام وهو زاد ذكاء عونه علي البلهوان توفى، كان من التيار اللي ينادي بالتوازن بين الصورة، كان متمسك بقوة لكن توفي رحمه الله بسكتة قلبية. أحمد بن صالح كان مشاكس وكان متمسك بالتوازن بين الصورة ومتقوي باتحاد الشغل، تم إزاحته من اتحاد الشغل وتم كسب اتحاد الشغل وابعاده عن دوره. هنا احنا لازمنا جواك هذه مهمه باش ننتبهوا لما سيحصل سنه 2011. سنه 56 وقع تداخل كبير بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني. الاحزاب السياسيه دورها معروف، استعداد للحكم، اعداد برنامج، والهدف هو الوصول الى السلطه. المجتمع المدني دوره معروف، كل جمعية أو منظمة تدافع عن جزء من اهتمامات المجتمع، البيئة، المرأة، أي حاجة يهتم بها المجتمع وتتمسك بذلك البرنامج بغض النظر عن الحكومة التي ستحكم. تقول الحكومة هذه بتاعي ما ننقدهاش في حقوق الإنسان وهذه ننقدها، لا، أنا أدافع مثلا عن حقوق الإنسان أو عن حماية البيئة أو عن حقوق المرأة، سأبقى أدافع عن هذه الحقوق بقطع النظر عن الحكومة الحاكمة. النقابة تدافع عن تحسين الأصول. الذي حصل في 56 أن الاتحاد العام التونسي للشغل تخلى عن دوره الاجتماعي وانخرط ودوره المدني كنقابة كجمعية وانخرط بالعمل السياسي. تم ادخال تقريبا 5 أو 6 من قيادات اتحاد الشغل الى الحكومه، اصبحوا وزراء، لانه كان عندهم دور داخل المجلس التاسيسي، دور قوي، دفاع عن نظام متوازن السلطات. احمد بن صالح دخل الحكومه، مصطفى الفيلابي، محمود المسعدي، الامين العباسي، يعني مجموعه كبيره تقريبا، كان حبيب عاشور واحمد التريلي ما دخلوش الحكومه لكن كانوا اعضاء بالديوان السياسي للحزب الحر الدستوري. هذا التداخل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي جعل بورقيبة يؤثر كل المجتمع ويحتوي كل المجتمع بطرفيه السياسي والمدني ويوجهه في الاتجاه الذي كان يرغب فيه وهو اتجاه النظام الرئاسي الفردي في مرحلة ثانية، بحيث بقدر ما ندافع عن الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ودعوة الجمعيات إلى القيام بمهامها فقط والاختصار على مهامها فقط، بقدر ما نضمن ان كونتر بوا، السلطة المضادة. السلطة المضادة في سنة 56 كانت غائبة، جسدها في البداية الوصفيون الذين اعتمدوا على المعارضة المسلحة، العنف المسلح. هذا
عندنا تشابه من 56 وتوا. أنا توك يحكيوا على الظروف الأمنية مثلا، نراها مشتاحة، لأن الظروف الأمنية مريحة جدا الآن مقارنة ب 56. اليوسفيون حاولوا إفشال الانتخابات بالبندقية وليس بالاعتصام وبالإضراب وبالتظاهر. تم حرق مكاتب اقتراع، مكتب اقتراع في تالا من ولاية القصرين. تم اغتيال رئيس قائمة الجبهة القومية في قفصة مرحوم حسين بوزيان. إذن المعارضة والسلطة المضادة في تلك الفترة كانت سلطة تعتمد على العنف المسلح، مما سهل الأمر على بورقيبة للقضاء عليها ولتخويف الناس من أي سلطة مضادة، من أي معارضة. كل من يسعى إلى رفع صوت معارض يتهم باليوسفية. خوفا من هذه التهمة تراجعت الأصوات، أصوات المعارضة. وهذا نفس الشيء كلام ننقله على مرحوم البيلغم الذي يقول أنه حتى داخل الديوان السياسي عندما نعارض بورقيبة ويريد بورقيبة أن يحسم النقاش ويقفل النقاش يقول: هل أنا أعمل مع اليوسفيين وأنا لا أعلم؟ يقول كنا نخاف ونسكت. السلطة المضادة الثانية اللي كان ممكن يشكلها المجتمع المدني وأساس الاتحاد العام التونسي للشغل تخلى عنها عندما قبل التحالف مع الحزب الدستوري والدخول إلى الحكومة بوزراء. هذه إذن نقاط التشابه والاختلاف في هذا المجال، مجال السلطة والسلطة المضادة. وما ساعد بورقيبة على الوصول إلى ذلك الدستور بالشكل الذي وصل إلينا هو أيضا عوامل خارجية. لا ننسى أنه فرنسا في تلك الفترة كانت لا تزال في تونس، كانت لا تزال محافظة على قواعد عسكرية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في بنزرت في الجنوب التونسي، ولم يقع الجلاء العسكري إلا بعد صدور الدستور بعد معركة بنزرت عام 63. كما كان المعمرون الفرنسيون لا يزالون في تونس، معمرون يملكوا الأراضي الفلاحية ولهم نفوذ ولهم صحافة ولهم جمعيات تدافع عن حقوقهم من ظفرين. ولم يقع الجلاء الزراعي إلا سنة 64 ماي 64. هذا عامل آخر ساعد بورقيبة على صياغة الدستور كما يشاء، بدعوى أن تونس تريد الاستقلال، تونس تريد تحقيق السيادة، تونس تريد التخلص من الاحتلال الفرنسي. إذن لا يجب أن نضيع الوقت حول التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونفس اللغة اللي نسمعها توا وهذه البلاد في حياته وتكنوكم دونك كله للتخويف وللاهتمام بالاحتلال الفرنسي والسيادة، وأتركوا الدستور لي. كانت هناك حرب في الجزائر، كما توا حرب في ليبيا وحرب في الجزائر، وكانت الثورة الجزائرية والجيش الوطني، جيش التحرير الوطني الجزائري كان موجود في تونس يقوم بعمليات عسكرية ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر ويعود إلى تونس. وكان المجاهدين الجزائريين موجودين من الكاف إلى الجريد في تونس وغاز من غير دماء. وأثناء المداولات في المجلس التأسيسي حول الدستور فرنسا شنت غارة على سقيط سيدي يوسف في فبراير 58. وأثناء المداولات فرنسا قطعت كل المساعدات على تونس سنة 58 وألغت الاتفاقية المالية مع تونس. وجدت تونس نفسها فجأة لا تملك أي رصيد مالي، والاستثمار في نقطة الصفر، والفقر بنسبة عالية جدا. إذن ظروف 56 لا تقارن بظروف 2011. الفرق الوحيد أن الإرادة السياسية في سنة 56 كانت إرادة سياسية قوية، وفرضت مجلس تأسيسي وفرضت الدستور كما تشاء وكما ترى. الآن نقطة التفاهم عن الإرادة السياسية الحالية وقدرتها، مدى قدرتها على فرض انتخابات وإنجاح انتخابات وسن
الدستور. عوامل إذن كل هذه العوامل تضافرت وجعلت بورقيبة في آخر الأمر ينجح في ما أعد له وما كان يتمناه وما كان يرجوه. والمهم ماذا يهمنا من كل هذا الكلام؟ قل قائل إذا كان الدستور يكون في شكل جيد لا يهم أنه يكون على مقاس بورقيبة أو على مقاس بيرسم أو أي شخص على الناس، لكن المشكل هو أنه الدستور حمل في ذاته في نصه عوامل موت من البداية. من 1 جوان 59 توقع بعض النواب داخل المجلس، ما نقولوش توا الكلام، احنا عام 2011، النائب النقابي القليعي الراشدي من جهة قفصة وينتمي لاتحاد الشغل نبه لنقيصة خطيرة جدا يتضمنها الدستور وستهدد مستقبل حتى هذا الدستور. الدساتير هي فيها مبادئ عامة، يضمن الدستور كذا، يسمح بكذا ولا يسمح بكذا، والقوانين مهمتها هي تنظم تلك المبادئ العامة. فنجد في الدستور أنه مثلا الحريات، حرية الاجتماع والتنظيم و مضمونة حسب ما يقتضيه القانون. يعني يجب أن يتضمن القانون لتراتيب لضمان حرية التعبير. لكن الذي حصل في 7 نوفمبر 59 ظهر قانون الجمعيات الذي جمد الفصل 8 من الدستور، الفصل الذي ينص على الحريات. يعني جاء متعارضا مع منطوق الدستور ومع روح الدستور. يقول هذا القانون، قانون 7 نوفمبر 59، تكوين الجمعيات وغيرها غير مضمونة وتتطلب ترخيص وتقديم ملف إلى وزارة الداخلية وانتظار الرد، وعندما لا يأتي الرد فذلك يعني الرفض، أي السكوت ليس علامة الرضا، السكوت أصبح علامة الرفض. يعني قدم لي مطلب وأنا معناها ما نقراش حتى المطلب بتاعك، المهم المطلب وراه فلان المغضوب عليه، فلا نسمح له بتكوين جمعية، حتى جمعية صغيرة، حتى جمعيات الصداقة بين تونس مثلا الاتحاد السوفيتي وجمعية الصداقة بين تونس وألمانيا وغيرها تم افتكاكها ولم يسوى. بسط النظام البرجيبي يده على هذه الجمعيات، جمعيات الصداقة، وبدأ النظام يتدرج شيئا فشيئا من عام 59 نحو نظام الحزب الواحد كريمه. يعني قانون يمنع أي نشاط حزبي أو جمعياتي خارج إطار الحزب الاشتراكي الدستوري، وأن الحزب الاشتراكي الدستوري يصبح يسير البلاد على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي إلى جانب الحكومة. يعني في مجلس الولاية نجد الوالي وكاتب عام للتنسيق عضو كامل الصلاحيات، يقرر مثل الوالي وربما أكثر من الوالي. وجاء هذا القرار في جانفي 63 عندما تذرع بورقيبة بالمحاولة الانقلابية لديسمبر 62 التي قام بها بعض ضباط الجيش التونسي وبعض المقاومين وبعض اليوسفيين الذين تحالفوا، وعرفت هذه المحاولة باسم مجموعة لازار الشرايك المقاومة القديم. حبوا يعملوا انقلاب في ديسمبر 62، تم التصدي لهم وتصفيتهم اعدامهم، والنتيجة التي استخلصها بورقيبة من كل ذلك هو ان تونس ليست اهل للديمقراطية. وفي حوار مع احد الصحفيين الفرنسيين وراه جريدة الموند انذاك قل له لوريجيم سي موا، انا النظام، وان تونس ليست ساميشيل او حي اللاتين، تونس في حاجه
إلى رجل قوي، إلى قبضة حديدية، إلى رجل كبير في أعين الناس، في حين أن الشيوعيين يحاولون تشويه صورتي لدى الشعب ويتحدثون عن قصوري وعن التبذير في القصور الرئاسية. هؤلاء يجب أن يصمتوا ولا صوت يعلو فوق صوت النظام البرجيني. هذا وصلنا إليه في 63 ووقع توارد سنوات عديدة نتيجة لصمت الدستور عن فصل ينص صراحة عن ضرورة مراجعة القوانين ومدى ملائمتها للدستور. يعني دستورية القوانين يجب أن تكون هناك محكمة دستورية مهمتها كل قانون يعرض على السلطة التشريعية على البرلمان تناقش القانون دستوري ولا النقيصة. هذه هي سبب جزء كبير من المشاكل التي عشناها، المشاكل السياسية ومن تأخير الديمقراطية المنشودة والتوازن بين السلطات وغيرها من الأشياء التي نتحدث عنها الآن والتي تأخرت كثيرا نتيجة هذه النقيصة. إذن الأخطاء التي من المفروض أن نتلافاها في تجربتنا الجديدة هي ضرورة الفصل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، ضرورة أن يكون المجتمع المدني يشكل سلطة مضادة تقوم بدورها كما ينبغي، جمعيات بيئية، نقابات عمالية، نقابات أعراف، جمعيات نسائية، جمعيات حقوقية، إعلام، إعلام مستقل يقوم بدوره كإعلام كعين يعني مفتوحة على كل النقاط دون مجاملة لهذا الطرف أو لذلك. إذن هذا هو المطلوب كشرط أساسي. المطلوب أيضا التأكيد على ضرورة إجبار أو إقناع أو لفت نظر النواب المقبلين إلى ضرورة الحديث عن أو إدماج فصل يتحدث عن دستورية القوانين حتى لا نفاجأ بتجميد جديد للدستور وبتجاوز جديد للدستور. القضية هي ديما تبقى دائما وابدا ليست قضية نصوص بل قضية موازين قوى سياسية واجتماعية. يعني نجم الدستور نتخلوا عليه ونجم نعملوا جملة واحدة مجلس تأسيسي ولن يكون لنا الدستور ولا نعيش أي مشكلة. في بريطانيا لا يوجد دستور، في إسرائيل لا يوجد دستور، وليست لديهم مشكل سلطة ومشكل تداول على الحكم. يعني هو الدستور جاء لتوضيح العلاقة بين مجمل السلطات وللتداول السلمي على السلطة. لأن تونس ديما مشكلتها صراع على السلطة، على الحروب، نرجع لتاريخ تونس حتى التاريخ الحديث، يعني ديما صراع على السلطة حتى داخل عائلة واحدة، داخل العائلة الحسينية نفسها كان هناك صراع دموي على السلطة. إذا جاء الدستور لتجاوز هذه النقيصة، لكن الذي حصل لم يقع الالتجاه للدستور لا لتنظيم العلاقة بين السلطات، السلطات كانت تخضع لموازين قوى، سلطة تنفيذية قوية فرضت إرادتها على السلطة التشريعية الضعيفة، قضية التداول على الحكم لم يكن بطريقة يعني منطقية وقانونية ومعقولة، بل رأينا 7 نوفمبر كيف حصل الانتقال في السلطة، وفي 14 جانفي كيف حصل الانتقال للسلطة، ولم يقع الحديث عن الدستور إلا في 7 نوفمبر للتذكير بأنه الفصل كذا وكذا ينص على أنه في حالة عجز رئيس الجمهورية الوزير الدولي يتولى الحكم، وفي 14 جانفي أنه فراغ وقتي يتولى الوزير الأول رئيس الجمهورية مؤقتا، ويوم 15 جانفي تم خطوة أخرى في فصل جديد أنه رئيس المجلس النوابي يتولى الحكم مدة 45 يوم. وطيلة 50 سنة كان الدستور شبه غالي لم يقع اعتماده، ومن مارس للآن ليس لنا دستور، وهناك السلطات العمومية بالنقائص بالمشاكل الموجودة لكن الأشياء يعني ماشية كما يقول اللبناني ماشي الحال.
المهم هو قضية موازين القوى. ومن يضمن لنا أن موازين القوى ستكون لصالح المجموعة وأغلبية الناس الداعية إلى التوازن بين السلطة وإلى ضمان الحريات؟ من يضمن؟ ليس الدستور بل ميزان القوى الذي ستضمنه قوى وأطراف المجتمع المدني. المجتمع المدني هو الذي يجب أن يشكل السلطة المضادة، وإن شاء الله اتحاد الشغل يقوم بهذا الدور كما الجمعيات الحقوقية، لأنه دور مهم جدا اتحاد الشغل. ومن المفارقات الغريبة كنقارن بين 56 و 2011 أنه تقريب المنظمة الوحيدة التي حافظت على تماسكها في المناسبتين. 56 الحزب الدستوري منقسم بين يوسفيين وبرقيبيين، ولم يستطع تنظيم حتى المؤتمر إلا في صفاقس بمساعدة النقابيين. 2011 التجمع الدستوري تم حله. 56 المنظمات والجمعيات كلها تعيش الأزمة، أزمة البرقيبية واليوسفية تقريبا، الفلاحين المنظمة متاعهم انقسمت بين جماعة حبيب المولي وإبراهيم عبدالله المناصرين بن يوسف والمناصرين البرقيبة، بحيث بقي إلا الاتحاد العام التونسي للشغل متماسك محافظ على وحدته، هو الذي ضمن انتخابات المجلس التأسيسي واخذ بايو حتى هو معناها بلايس في المجلس التأسيسي وبلايس حتى في الحكومة. 2011 الاتحاد هو زاد متماسك تقريبا المنظمة الوحيدة اللي ما تعيشش أزمة كبيرة، وفي أزمة وفي مشاكل لكن ليست أزمة تهدد وحدة الاتحاد العام التونسي للشغل، بدليل أنه باش يعمل المؤتمر نتاعو في ديسمبر معناها في 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 الموعد العادي نتاعو. إن شاء الله معناها الاتحاد يواصل دوره كركن أساسي ومكون أساسي من مكونات المجتمع المدني، ويشكل سلطة مضادة لأي سلطة قادمة مهما كانت نوايا هذه السلطة القادمة. وفي انتظار يعني ملاحظاتكم مع شكرا.